وحق الله الى ديالك والله ما مقلب، وحق الله ما مقلب، والله ما مقلب. انا كذب فيك ربي، دابا انا كذب فيك، كتشوه راسك. جو جو جو، واش بجدك قاعد تبكي للمرة الثانية يا حمار؟ ايمن الدواعي دابا علاش تبكي؟ وا صاحبي انت راه خصك تفرح ماشي تبكي. وقبل بداية المقطع شي مرات الخير كما تلاحظوني الشباب عندي حساب فيه واحد، لا مو واحد يا جماعة، هادي 712,000 جورة و 690 جورة يا جماعة، ما العدد غير منطقي يا شباب. هاد الحساب ان شاء الله راح يكون فيه بث مباشر على بيجو لايف في الساعة 10 ليلا بتوقيت المغرب، من الساعة 10 حتى 1 ليلا يا جماعة، وعلى حسب دعمكم راح نوزع عليكم يا جماعة الخير جوال شحن عن طريق الاي دي واشياء خرافية، كودات وكثير اشياء. تعالوا كلكم عشان نشرح لكم كيف حصلت على الحساب وكيف تجيبوا هذا الجواب وكل شيء ان شاء الله يا جماعة الخير، وراح نوزع عليكم الجواب. ترى الحساب مو فوتوشوب ولا حاجة، نروح للخزنة وتشوفوا يا جماعة. اوكي كما تلاحظون الصناديق يا جماعة، شوف 113 صندوق عشان تتأكدوا انه كل شيء شغال يا شباب، يعني شيء يا جماعة الخير اسطوري. فأنا في انتظاركم كلكم الساعة 10 ليلا، تعالوا يا جماعة اخليكم مع المقطع. السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد، مقطع اسطوري. اليوم يا جماعة الخير راح يكون عندنا شيء مرة اسطوري وكلكم تنتظرونه يا جماعة. اليوم يا اصدقاء راح نسوي مفاجأة لاخي الصغير زائد تحدي على فلوس يا شباب، راح نسويه مع اخي الصغير. اوكي خلوني اشرح لكم. اليوم يا جماعة الخير جبت له هاتف مرة اسطوري وقوي كثير. المرة السابقة جبت له هاتف والهاتف كان فيه واحد ولا اثنين برام وكان يسوي له لاج، فاعطيناه لفرد من العائلة. اليوم يا جماعة الخير راح نفاجئه بهاتف بستة رام يا جماعة من هواوي، الكاميرا تبعه مرة اسطورية، 128 جيجا، فشي مرة اسطوري يا جماعة. يعني حملت فيه فري فاير وضفت له حسابي هاد عشان يلعب بيه، عشان نسوي معاه تحدي على كل يا جماعة الخير، اما 100 درهم واما 200 درهم. راح نشوفه بالانستغرام يا جماعة الخير، تصويتاتكم انتوا يا شباب اللي راح تحكمون عليه. حاليا هو الفوق يا جماعة ومو عارف ولا شيء، قلت له لا تنام لانه حاليا الساعة متأخرة، انتظرني لازم اكلمك في موضوع مهم. اوكي فحاليا لساته قاعد ينتظرني. اليوم يا جماعة الخير راح نسوي له مفاجأة عملاقة. المرة السابقة سويت يا شباب فيه مقلب وصار يبكي وجاب لي يا جماعة الخير تأنيب ضمير، ما شرح لجدكم يا جماعة. شوفوا خليني ارجع الصوت. واحد بكيني افتحيني والله عادي تنعلم. هذه يا شباب قاعد يبكي بس من الفرحة، الفرحة انه جبت له حساب يا جماعة الخير ساكورا، والحساب تبع جلد جيمر، وفي النهاية لما خبرته يا جماعة الخير انه هذا حساب جلد جيمر. خليني اوريكم يا جماعة الخير شو حصل. سوالي جلد اكثر من اسم جلد جيمر يا شباب. شوفوا يا اخي لا تفرجي في المقال، ما تشوفش المقال كاعلو كاعلو والله يا شباب انجلت انجلت. في النهايه لما غضبت على جده كبيت عليه يا جماعه الخير كوكا كولا. شوفوا اوكي وهيك كنا خلصنا هذا المقطع، اللي ما شافه يروح يشوفه، كوميديا ضحك ونشاط. ترى المقطع يا جماعه الخير جاب اكثر من نص مليون مشاهده. خلينا نشوف الارباح يا جماعه، راح نروح للاحصاءات نشوف الارباح اللي دخلت يا جماعه الخير من نص مليون مشاهده. شوفوا اليوتيوب في المغرب 80 دولار يا جماعه، هذا عشان الفيديو فيه 30 دقيقه، مو بس مو زي الاغنيه اللي وريتكم يا جماعه الخير ارباح 8 دولار او 20 دولار على ما اظن، تقريبا 800,000 مشاهده. اوكي ما يهم جدنا هذا 80 دولار يا اخي، كم ضفت عليه عشان بس اجيب له الهاتف؟ ترى الهاتف يا جماعه الخير سعره 200 دولار وشويه، يعني شيء مره اسطوري يا شباب. الهاتف يا جماعه الخير كما قلت لكم فيه 6 جيجا رام، وايضا يا جماعه فيه 128 جيجا، يعني مواصفات اسطوريه. راح اروح انادي على جده عشان يبدا يلعب به ويحترف به، وراح اسوي له تحدي كلاس سكواد على كل يا جماعه الخير، اما 200 او اما 100 او 200 درهم على حسب يا شباب. اوكي خلوني اروح انادي على جده. يا الله اجي اجي وارى صاحبي تقزل شنو؟ اجي قصيصر جلس هاي وحده وباش يبان لك وجهك في الكاميرا كنصور. شو بالكاميرا وش من؟ بقول راسك دابا جلس الصاحب مالك فرحان كتقول. افضل شعور هو انه لما يجي يصور معي مقاطع هيك يا جماعه الخير يكون شعوره. شوفوا جد شوفوا الابتسامه اللي عندي. يلا المهم شوف اخر مفاجاه سويت لك شنو هي؟ لا ما بدك، حرقت لي قلبي وجوتني
كيف شوه جني حرك جلي قلبي. اخر مفاجاه مو اخر مقلب، ترى المقلب تكلمنا عليه. شردت لي هاتف. الهاتف هذا ما ضل عندك، اعطينا له فرد من العائله. وشنو السبب؟ لانه كان فيه لاق كثير، حتى فيه لاق كثير. وارفع صوتك عشان يسمعوا جدك. المهم كان فيه جماعه الخير لاق كثير، وفيه واحد فرامي يا جماعه، يعني شيء زي الفل. ما قاعد اشرح لجدكم. المهم اليوم جبت لك شيء اسطوري. شنو؟ الله هات خليني. لا قبل ما تفرح ولا حاجه، ترى هو اقوى من الهاتف تبع اس 10. والله فيه 6 رام و 128 جيجا، والكاميرا تبعه زي الفل. شوف قول والله. شوف الكل نايم يا حمار. تعال تخيل اسوي لك مقلب، تخيل اسوي لجدك مقلب. اسمك مو هذه فقط، هذه تعرف السبب شنو؟ عشان والله تعليقاتهم يا اخي. المهم في تعليقات يا شباب تجيب لك تأنيب ضمير، ليش تبكيت وليش ضربت وليش سويت له؟ في واحدين قاعدين يضحكوا. المهم يا جماعه الخير، حاليا اللي همنا يا شباب هو انه اسمح لي وهذا الهاتف تبعي عشان اصور به. لا لا هذا اصور فيه. ترى قلت لك انه تبعك، وحاليا انا سويت المقلب الثاني. قول شو؟ اقسم بالله اذا هذا ديالك هذا ديالك دراشي. نظف جده من هون يا اخي بايدي، شخطن جده. هذا الهاتف تبعك، هذا تبع جدك. هذا الهاتف تبعك والله. وليت مشيت لي لك، وهذا بكي عاوي جدي. ها احنا بدوري بكي عاوي جدي. وقاف ما تدري كيف. الدموع عندهم في الشفة. شوف انا شو بدي. وقف. وحق الله يا ديالك والله ما مقلب، وحق الله ما مقلب، والله ما مقلب. انا قد بكي ربي، انا ماني قد بكي. كنت شوه راسك. شو وش بجدك قاعد تبكي للمره الثانيه يا حمار؟ اي من الدواعي انت بلاش تبكي. وسع حبيبي ترى وقتك تفرح ماشي تبكي. ونزيدك راح نسوي تحدي بالهاتف الجديد، راح تلعب به. راح اعمل لك حسابي انا اللي فيه الشراكه. وهذه والله لسات ما سويت ستوري انستغرام عشان اشوف المبلغ اللي راح نسوي على كل، بس عشان هذا الوجه اللي قاعد يبكي راح نسوي له 200 درهم يا جماعه. يعني 20 دولار لكل كل راح يجلب. كل عندك 20 دولار، فكم كل راح تقدر تجيب مثلا؟ اوكي هذو كافيين على ما اظن. المهم يا جماعه دخل على كل راح يحصل على 200 درهم يا شباب. السلام عليكم، هلا درعاوي. هلا والله، هلا شد. اسمعني احتاجك تساعد لي اخي الصغير. ابشر. اوكي شوف، حاليا انا مسوي له تحدي على كل راح يحصل على 20 دولار. تمام. اوكي وراح يدخل جيم كلاسيك واد رانكد. وانتم راح تساعدوه انه هو يجيب كلات، يعني لا تاخذوا انتم الكلات، دمجوا له. واذا تمام. اذا جلدوه يعني ساعدوه، وهذا الاشياء اعطوه متكز. المهم ساعدوه حتى يجيب اكبر عدد كلات هو، فهمتوا؟ لا يلعب هون بحسابي حاليا. يلا حط ستار. طيب يلا اوكي. كلاسيك واد. كلاسيك واد رانكد. تم توقيف شديدي عن لعبه كلاسيك واد مؤقتا. ما بقدر سوى الي ميني الحمار، سوى الي ميني. يلا سووا له كلاسيك. طيب هاي كلاسيك ابشر. كلاسيك رانكد. يلا. سكر المايك انا مشان اتصور. يلا ولا اظني فاتح عادي. لا اللي تبغى انت. يلا كافو. كل يطيحون. انت والله ده العاوي جات مكالمة. كاش يلا نايس. كم كلات حاليا عندك؟ خليني نشوف. اثنين. ما تخلعنيش اثنين، وانا ضيعت 200 درهم يا حمار. ما راح تجيبهم من هذا المكان، خليهم يدمجوا لك يا حمار. يا لكم
ليلي يا ليل مال زاري راح وخلاني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما مشكلة. يلا بالطريق الخطأ. وانا خليتي صافي عن طريق الخطأ. ها اللي خصك انت. سوقه سوقه. هاو هاو انو لود جيب ثلج. كفو كفو. يلا راح دور على الاخرين. خلي وجهك بالكاميرا يا حمار. هرب. الله واخيرا وضح نفسه. هيه راح الزود. الماي ما هو مشكلة. لا علي سن. كم كيلات حاليا عندك؟ 6. لا لا راح نعيده في لا 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 ما في يا حبيبي الملايين يا اخي دمج معي برجر لا تخاف. اول بر بر عن طريق الخطأ. تروق شنو عن طريق الخطأ؟ وبدو يدمج لك يا اخي 6 كيلات ما حلمت فيهم نهائيا يا حمار. قبل شوي جبت 0 كيل 0 كيل. موت يلا موت ولا تخليهم يفوزوا. لا تدخل المايك. لا 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 سكت من المايك. لا ممنوع تخبره. اصلا هم سدين المايك. شدين على جدك المايك يا جماعة الخير. ترى اذا راحوا هم ومات طبعت معك الحمار بني دراسة في صغير واحدة بس عدتك. ما في مشكلة يا حبيبي ولا عيب. لا تقول حرام. يا جماعة جيبوا البوية جيبوا البوية. لا الليلة الليلة يا ليلة الليلة الليلة فن الجدو. يلا خلاص كفو. لا انحسبت. يلا زوري دق لي يا سعدي. يخسر يخسر. ترى مقلب يا حمار. لا 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 شوف الهاتف راح تكسر أم الهاتف. مو مقلب الهاتف والله الحقيقة لأنك بكيت يا غالي. درعني لا تبع بس الفلوس. لا ترى ترى اسمع اسمع اسمعني يا حمار. استنى استنى ترى الهاتف يسوى أكثر من الفلوس. يعني هذا 200 فلوس الهاتف ما في يعني هيك اعوقي عشان اقول لك اسمع لك اطلع قد يوم عاد لي التليفون لي فلوس. لا ما في اعطيني فلوس رجعي. ماشي مشكل. المهم يا جماعة الخير كما تلاحظون يا شباب جاب 6 كيلات. 6 كيلات يا شباب والله علوبي يا حمار 6 كيلات. المهم يا جماعة الخير اقترب للكاميرا يا حمار ما تجي تتعصب لي.
ليش وجهي ابيض وجهك احمر يا بغل؟ يلا اسمع اسمع استنى شوف. حاليا يا جماعة الخير لقد حان وقت الدفع يا شباب. كم هذه؟ 500 تبع البويا. هذه للكيل الاول، هذه للكيل الثاني، هذه للكيل الثالث، هذه للكيل الرابع، وهذه للكيل الخامس. كم كيل جد؟ 6. هذه للكيل السادس. 1700 يا حمار. 200. ما تعصبنيش. 6 كيلات ب 1200 درهم، زيد لها 500 1700. حمار حتى الجوال ما نعرفش نحسبو. هاش اللي ضل معايا من 200 دولار. راح تجيب لي معايا، راح تجيب لي هذا مليون جوال. شكرا. لا طحت بالصحة، طحت بالصحة. هزاق ماشي عدل فيها القبص. المهم يا جماعة الخير كما لاحظتم هون وصلنا لنهاية المقطع وتم فشخنا بنجاح. راح أخذ لي 1000 يا أخي، راح أخذ لك إياها والله العظيم، راح أنصب عليك. روح خذها خبيها عند أمك ولا أبوك ولا اشتري بها اللي بدك، مو دخلي. أعطيني إياها. لا. المهم شوف راحة والله راح قاعد يسقطها في الارض يا حمار. الو يا جماعه الخير يا اصدقائي، كنا وصلنا لنهايه المقطع، تم فشخنا بنجاح، راحوا لنا فلوس، اشترينا له هاتف، هذا كله عشان ترى عندي لقطه يا حمار قاعد تبكي يا حمار. ايوه تذكر لما كنت تبكي؟ ايوه. يلا حاليا اضحك بس قريبا راح تبكي. جي جي تعال تعال تعال، عندي ايضا مفاجاه اخرى قريبا. شوف اسمع تعال. اسمع، تم فشخي بنجاح، راح هاتف سعره 250 دولار زائد 170 دولار يا اخي. اش شو دخلي؟ كنت اعطيك 10 دراهم زي هيروشيما افضل على كل كل كلاسيك زائد درعاوي وسكواد وتبع الال بي يساعدوك. الله يلا انا كل اللي اخت عز علي في ذاك الفيديو دابا اللي عنك. تعال تعال خبر. اسمع ايوه، اذا وصل المقطع على 100,000 لايك تحلم والله. والله ما احلم. أيوة. عندك حساب اسطوري قولوا. اقسم بالله حساب لا 50 لا 50 سهله. شوف كم اخذت يا اخي، اخذت 2000. 50 ما في 50 ارجوك. اخذت 400 دولار يا احمد قبل شوي. ما في مشكله يلا 100,000 والله لو وصلتوها هذا كلكم كل واحد 10 دراهم كل واحد ثواني درهم درهم. ليش تبكي علي؟ والله العظيم انه حساب اسطوري واحب او اعز حساب عندي هو هذا. والله انه لك مدى الحياه دائم، راح اعطيك اياه. متفقين؟ اوكي يلا 100,000 لايك يا جماعه. God damn.